إن شاء الله هذه المادة لو ما فتحت هلأ معاكم أو مع صبايا هون عمان اليوم هلأ برجع بساعتي المكتبية على 12 برجع بنزل لكم إياها مرة ثانية وبتأكد إنها فتحت. يا ريت البنات هون إذا بيجربوا من موبايلهم بيفتح. فاتحين؟ بالله فتحت؟ هاي البنات هون فاتحينها. على كل حال أنا كمان رح أعملها فيديو صبايا سامعيني؟ رح أنزل لكم إياها كمان فيديو بصوتي إن شاء الله يعني هاي المادة كاملة وإن شاء الله هاي بحاول عم بفتحها. هلا بدي آخذ حضور وغياب رصاص رح آخذ حضور وغياب ورجاء ما بدي حدا يغيب. أنا حاطط لكم هلا إذا بتشوفوا الخطة الدراسية هاي هذه خليها براحتها شوفوا الخطة الدراسية للفصل الدراسي الثاني كمان هاي إن شاء الله تفتح. لا كل ما عم بفتح إيش هذا كيف يعني تعرفي أنت من هون؟ آه طيب أوكي أوكي معاها حق هاي البنت بتقولي فوتي من الجوجل دقيقة آه شاطرة. طيب هاي ايه هو اول يوم بس هيك رح يصير بس ان شاء الله المره الجايه بطلع من المحاضره هذيك ابكر نقطه صغيره عشان ارتب ال على الا خمسه بكون شابكه معاكم فما تقلقوا بس اليوم هيك خليني ان شاء الله يفتح. طبعا انتم بتعرفوا انه هاي الماده هي ماده التعليم الابتدائي. ماده التعليم الابتدائي هي عباره عن 6 وحدات دراسيه. مو كبير هذا الكتاب، هذا الكتاب هذا الكتاب بس 6 وحدات. الكتاب جدا بسيط واللي اخذوا معي مثلا هل راح يصيروا كثير يقارنوا لانه شايفه بنات قاعدين كانوا قبل شوي بالمدخل وهي ان شاء الله هون عم بفتح. ايوه ممتاز. هاي الخطة قدامكم صبايا طبعا شايفينها دكتور شايفينها شايفينها صبايا. انا هون عندي صورتها للبنات عشان انا بحب انه تكبسوها على ال هاي اذا انتم مو شايفين انا بعطي الدكتور برضو عقربد انا بصورها ورقي لانهم لبناتي وبياخذوها عشان تكبسوها على جلدة الكتاب من جوا عشان كل مرة تكونوا عارفين احنا وين. ماشي؟ اتفقنا؟ اي سؤال بدكم اياه اسألوا. هلا انا اليوم بس رح اعطي نص الوحدة الاولى والمرات المرة الجاية بعطي نص كل مرة احنا بهذا الكتاب لانه بس 6 وحدات ناخذ نص نص. اتفقنا؟ فاليوم رح ناخذ نص الوحدة الأولى. بدي أحكي بشكل عام عن هذا الكتاب عشان تفهموا إيش هو. هذا الكتاب هو عبارة اسمعوا أنا ما رح أقدر أجي لهون هذا الكتاب هذا الكتاب هو عبارة عن يعني بيعرفك أنت أصلاً تخصصك تعليم ابتدائي. في حدا هون أو عندكم مش تخصص تعليم ابتدائي؟ تنتين بس صعبات. انتوا هون في حدا مش تعليم ابتدائي؟ تربيه خاصه. تربيه خاصه اوكي بتصير. هلا بس حتى لو كنتي انت صعبه تعلم انت اصلا مرحلتك هي مرحله التعليم الابتدائي. صح. انت مش صعبه تعلم لبنات واطفال اكبر من مرحله التعليم الابتدائي. فالكتاب هو بيحكي عن اكثر يعني بصراحه تاريخ التعليم الابتدائي وخاصة الوحدة الأولى. الوحدة الأولى الوحدة الأولى الورق الزاب هاتي. الوحدة الأولى بتحكي عن تطور التعليم الابتدائي ابتداء من المجتمعات البدائية ولغاية التعليم الابتدائي في العصور الحديثة. طبعا التعليم الابتدائي انتم بتفكروا انه يعني هو مش من يوم يوم وهذا هو التعليم الابتدائي، اتطور وكان بسيط وكيف اتطور ورح تشوفوا قديش انه انظلم التعليم، النظام مظلوم في بلادنا العربية بصراحة
مظلوم النظام التعليم الابتدائي لعدة اعتبارات ورح نتعرف عليها. هلا هذه بالنسبة للوحدة الأولى، اليوم منفوت منحكي بنصها. هلا الوحدة الثانية اللي رح نحكيها بعدين هي بتحكي عن نظم التعليم الابتدائي. نظم التعليم الابتدائي رح نتعرف على التعليم الابتدائي كنظام، كنظام شو مكونات هذا النظام، ورح نتعرف على نماذج من أنظمة مختلفة في التعليم الابتدائي. بسيط يعني، ما فيش كلام معقد، كلام بسيط وسلس. وأنا يعني بطمنكم وبريحكم، بطمنكم إنه هذا الكتاب هو بسيط، بس بنفس الوقت الله يسامح اللي كاتبه عم بتسجل كل شيء، لأنه هلا أنا كل كلمة محاسب عليها بالصوت والصورة، ريكورد عمل لي الدكتور. اللي كتب الكتاب هو الله يسامحه، بحب ال حكي كثير. أيوة. مو أنا حكيت، أنت اللي حكيتي. أنا والعجن. بتعرف المصريين لما بكتبوا بحبوا يعطوا الإشي التفصيل التفصيل، فراح تدوخوا شوي، بس بوعدكم انتوا اللي بمشي معي، انا صرت بدرس الماده من 2001 هون بهاي الجامعه، فيعني صرت اعرف بالضبط كيف هم بحطوا الاسئله. بيجينا الاسئله من لبنان، بس ما تقلقوا من هذا الموضوع، لانه انا صرت خبيره بكل تواضع اني اعرف اقول لكم ركزي على هاي وركزي على هاي، وهاي يمكن تيجي وهاي يمكن تيجي. الحمد لله ما سقط عندي الفصل الماضي ولا حدا، لا بالتعليم الابتدائي ولا بالمسهل. يمكن هاي تكون مش لصالحي بالإدارة، بس لصالحي مع الطلاب، بس مش لأني أنا بدي أنجحهم، لأنهم والله هم نجحوا بجهودهم وبانتباههم وبشطرتهم. يعني الحمد لله إجاني دفعة، حظيت كتير الفصل الماضي بطالباتي كلهم، حتى بالتربية العملية في حدا كان معي التربية العملية، ها كانوا معي كمان هاي. لا أنت مو هذاك الفصل، قبله أنت نسي في تنتين. فالفصل الماضي أنا كنت جداً الحمد لله محظوظة جداً بالطالبات، وإن شاء الله إنه هاي السنة مش بس الفصل الماضي أنحظ فيكم بشطارتكم، وإنتوا كمان طالبات إربد بحب كتير أتعرف عليكم كمان. ولما بتقدروا إنكم إنتوا تيجوا على عمان، تيجوا على ساعاتي المكتبية تسألوني أي سؤال عشان أشوفكم كمان عن قرب. الوحدة الثانية زي ما قلت لكم إنها بسيطة وتحكي عن النظم. الوحدة الثالثة هلا بناسب مدخل، بقول قبل شوي حكيت لنا عن الفلسفه، هاي هون فلسفه كنظام فلسفه، يعني النظام التربوي لازم يتبع دائما فلسفه. حتى التربيه والتعليم في الاردن لو اجيتي على رساله وزاره التعليم لها فلسفه، صح ولا لا؟ لها فلسفه. فرح نحكي عن فلسفه التعليم الابتدائي، رح نحكي عن اهداف التعليم الابتدائي، ورح نحكي عن وظائف التعليم الابتدائي. حضور وغياب رح أخذ بعد شوي، فخليكم معي ما حدا يطلع. أهداف التعليم الابتدائي. هلأ بالنسبة للوحدة الرابعة، هلأ أول ثلاث وحد هم الامتحان، بس بأول ثلاث وحد أول ثلاث وحد على فكرة، حتى بالمدخل أول ثلاث وحد هلأ بقول لكم. لسه الواجب بصراحة ما وصلني من لبنان، بس أنا بعثت لها على الواتساب من يوم الأربعاء إنه بعثي لي، واليوم برد بأكد إن شاء الله إني اليوم أو بكرة عشان أكون صادقة معاكم، أو بكرة بكون منزل الواجب، لأنه مو أنا اللي عملته، بس المادة الثانية كمان المدخل، لأنه ما كان في مشابكين منا بنات المدخل، المدخل موجود الواجب. هذا الواجب بكرة بنزل لكم إياه، بحاول كل جهدي تكون أصلاً عاملته، وبيكون بسيط ودائماً بيكون من أشياء موجودة بالمقرر، بس ما بدك طبعاً تعتمدي على المقرر، بدك تعتمدي على كتب خارجية، ديري بالك، لأنه رح أحط لكم بالضبط على إيش رح أحاسبكم، وراح أعطيكم جزء من المحاضرة المرة الجاي عشان تبدي عبكير، مو بس بهاي المادة، أنا بنصحك بكل المواد
بكل المواد انك تبدي بالواجب عبكير وتطمني قلبك وترتاحي منه، لانه اذا تركتيه للاخر وبيعرفوا البنات اللي سنه رابعه انه ما بصير نترك الواجب لاخر لحظه، بيطلع كيف ما كان وبتشلفه وما بتاخذي علامه منيحه. لما تبدي من البدايه منه بتسهلك تاخذي كتب اكثر من المكتبه، تفوتي على المكتبه الالكترونيه وبتقدري مكتبه ورقيه يعني تيجي هون، او في اذا عندكم مكاتب جامعه اليرموك او كليه غرناطه او ما بعرف ايش موجود يعني الافيلبل بالنسبه لكم متاح. هون عندنا احنا البنات بنصحكم تروحوا على شومان ملانه، بنصحكم تفوتوا على المكتبه الالكترونيه. كل ما كنتي ذكيه وجبتي مراجع حديثه كل ما اعطيتك 18 و19. اذا بدك تاخذي 18 و19 لازم ما تحطي لي مراجع قديمه، صح؟ انا ما بحب المراجع القديمه اللي بحط لي صار له 20 سنه. انتوا شو مالكم؟ اوقات الواحد بتطلع بقول لي ما هي 2000. طب 2000 احنا 2019، لا تضلي تقولي لي 2000. الناس اللي لسه عم تقول 2000 مفكرين 2000 انها امبارح، 19 سنه صار لها 2000، فما تجيبي لي شيء الا لبعد 2011 عشان اعطيك علامه منيحه. انا ما بعطي علامه للشخص، انا بعطي علامه بناء على شو انا شايفه. فرجاء الواجب كثير مهم انك تضبطي لي اياه. هلا الاختبارات منتصف الفصل، وحدة الأولى، الثانية، الثالثة، تبدأ الامتحانات من 27/3. هيها مخطط قدامكم انتو صبايا ما معاكم ورقة، فاكتبوا من 27/3 ل 2/4 أو بتفوتوا على الموقع موجودة. هلا الوحدة الرابعة 31، هاي في بنت بتقول ما بعرف أنا 31 امتحان المادة عم بيقولوا البنات هون. الوحدة الرابعة صبايا هي عن الإعداد والتدريب. طبعاً بنات تربية عملية القاعدين قدامي في منهم كم من وحدة هم اللي بدهم يحكوا عن الإعداد والتدريب، أنا رح أسكت يومها، رح أجيبهم هون على الكاميرا يحكوا لك عن الإعداد والتدريب. أنتوا بتعرفوا إنه كيف إنه المعلم لازم نعده ولازم ندربه، في دول عدت المعلم ورح نتعرف برضو على دول كيف بتعد الأنظمة. في عنا النظام التكاملي وعنا النظام التتابعي، ورح تفوتوا بهذه القصص اللي هي كيف إعداد المعلم، في إعداد ما قبل الخدمة وفي إعداد أثناء الخدمة، وهذا كله ما شاء الله حافظينه. طب الوحدة الخامسة أنا بحبها أكثر وحدة بصراحة، كثير أنا بحبها، لأنها بتحكي عن مشكلات التعليم الابتدائي. مشكلات التعليم الابتدائي في عنا 8 مشكلات بس. طبعا هو مو عندي انا 8 مشكلات، اكيد عندي انا 100 مشكله او 1000 مشكله، بس هم مركزين بالكتاب على 8 مشكلات مهمين جدا جدا، وراح يجي عليهم اسئله بالفاينل كثيره. ما تقلقوا من هذا الموضوع، سهلين، ناخذ 4 وبحفزكم اياهم هون، يعني تطلعي حافظه، اكيد راح اطلعك حافظه، وبعدين الاربعه الثانيين بتاخذيهم يعني على جزئين 4-4. طيب هلا التجديدات في نظام التعليم الابتدائي، رح نعرف شو يعني تجديد في التعليم الابتدائي، رح نعرف في سؤال؟ لا دكتور. تجديد التعليم الابتدائي، رح نعرف شو معناه التجديد، رح نعرف مكونات التجديد، رح نعرف كمان برضو نتعرف على دول مثل اليابان وأمريكا وكيف جددوا. مصر دايما بحطوها كأمثلة، بس طبعا الكتاب قديم، أنا بصراحة جددت الكتاب وبعثت لهم بأشياء حديثة. هلأ أنا رح أسير خلال الفصل عشان أنا ما بحب أكون قديمة معاكم، والعلم ما بصير يكون قديم، صح؟ فإحنا بدنا نلتزم بالكتاب ككتاب، بس يمكن أسير أدخل أشياء جديدة أنتوا مو مطالبين فيها، بس علشان إيش؟ أنتوا تحسوا حالكم إنه أبدأ يعني مع المعلومات أشياء جديدة، نحكي نصير أشياء جديدة. طيب هلأ إن شاء الله رح يفتح عندي الوحدة الأولى. هلأ شوفوا تحت شو مكتوب، إمتى الامتحانات النهائية؟ 7/5 ل 17/5. هاي المادة إمتى امتحانها طالع؟ لا فاينل
اعطيني اول يوم بالامتحانات بتنبسطوا تخلصوا منه على السريع هذا 7-5 فبتدرسوا على بكير وبتخلصوا منه مش احسن؟ المدخل صبايا 16 انا حافظه بنات المدخل التعليم 7. طب لو سمحتوا انا طبعا راح اتابعكم بالحضور والغياب انتوا والصبايا اللي عندي هون والشاب انت ما تزعل بدنا نقول الصبايا وانت تزعل وبعدين ابطل اشوفك هذا الفصل هيك بيكون في دائما شاب قاعد بعدين بيختفي هون لاخر الفصل ببطل الاقيه صح كل ما بدك طيب والله تسلموا الواجب بموعده لانه اذا سلمتوني اياه بعدين على الايميل لازم انقص قال عن كل يوم 5 علامات انا ما بحب هيك بس هيك هم بدهم مش انا والله فبحرام بيروح عليكم علامات كثيره ليش ما تسلميه بوقته خلصيه دائما وسلميه بتحبي انه تستشيريني بس انا ما رح اقول لك تستشيريني بس ما انا ما بقول لك انه ما بدلك بالضبط عشان ما بقدر هذا زي امتحان بس اذا بدك تساليني عن الكتب اشي ما عندي مانع وفي انا راح انزل تلخيص كثير حلوه اليوم هلا بتشوفوا اول تلخيص والتلخيص ما تعتمدي عليهم 100% اعتمدي عليهم يعني 70% اذا بدك هلا في بنات كانوا يقولوا لي انه درسوا منهم وجابوا كثير انا ما بعرف لاني مو حاطه الاسئله بفضل تدرسي من الكتاب وتزيدي على الوحده وتزيدي على الوحده هي عم بحاول افتح بالوحده الاولى هيها فتحت شطوره هاي البنت اللي قالت هيك قبل شوي طيب طلعوا هذا الخط صغير بالنسبه لكم انتوا صغير الخط راح اكبره حتى لا منيح لا معلش انا راح اكبره كمان عشان هون في بنات يمكن عندهم ضعف نظر زيي وما بيلبسوا نظاره اوكي هيك احسن صح شايفين العين ورا شايف طب الوحدة الأولى إذا ببعد شوي لأني بصراحة تيربست هون بدي أمشي شوي بروح لأضلني هيك أنا الوحدة الأولى بتحكي عن ال الله يسامحهم تطور تاريخي فيها مقدمة رح أحكي عن المقدمة ورح أحكي عن تعليم الصغار ما قبل التاريخ ورح أحكي عن التعليم في دول الحضارات القديمة وأنتوا إذا عادي عندكم أسئلة ما يعني عادي اسألوا بدكم إياه يعني إذا في إشي مش تضلوا تفكروني إني أنا بس عم أحكي في عندي كمان رح أحكي عن العصور الديانات تعرفوا عصور الديانات يعني أنا قصدي العصور الوسطى صح؟ اللي هو رح أحكي أنا عن العرب هون ما رح أحكي عن العرب قبل الإسلام رح أحكي عن المسلمين ورح أحكي عن المسيحية بس بالمدخل نحكي عن العرب قبل الإسلام كمان رح نحكي عن تعليم الصغار بالدول الغربية هون شوي مع الأسر إنكم رح تتضايقوا من هاي الوحدة بالجزء الثاني بس بوعدكم بس من كل الكتاب هون اللي مضايقة لأنه كتير في أسماء علماء بس اسألوا البنات اللي قبلكم أنا حفظتهم إياهم بالضبط بالحصة إذا أنتوا تيجوا محضرين رح تحفظوا إذا أجيتوا مو محضرين ما رح تحفظوا لأنه أسامي صعبة شوي رابلي وميشيل دومنتاني وبودان وجان بودان ويعني رح نفوت بأسامي أجنبية وإجباري مش بإيدي رح نحفظهم غصبا عنا فما بدي تقولوا لي إنه صعبين أنا ما كتبت الكتاب مو أنا كاتب الكتاب أنا عم بحاول أبسط لك إياهم فرجاءً إذا ما إجيتي محضرة أنا بعرف في بنات شاطرين ورح يجوا محضرين أكيد هلأ مو يعني المرة الجاي لازم تكوني محضرة أنتوا كمان أوكي لازم
انتوا كمان لازم تكونوا محضرين عشان لما انا احكي اي اشي يكون مش اول مرة بتسمعي فيه. طيب؟ ولازم اصلا الوحدة هاي لما ترجعي على البيت الجزء الثاني، هاي اول جزء بسيط ما فيه كلام كتير هلا بتسمعوا، بس الجزء الثاني اذا ما رجعتي على البيت بنفس اليوم وحفظتيه ما راح تحفظيه لاخر الفصل. اتفقنا؟ طيب، ورح نحكي عن العصر الحديث ورح نحكي عن وضعية التعليم العصرية. نبدأ بالمقدمة. طيب، بقول لك هون إنه على مدار التاريخ انظلم التعليم الابتدائي كنظام، انظلم ليش؟ لأنه ظلوا مع الأسف متبع الوضعية الطبقية، دائما كان بصالح الأغنياء مع الأسف. وما زال على فكرة، يعني ليش إحنا زي ما بيقولوا يعني الشمس ما بتتخبى بغربال، أكيد إنه تعالوا نطلع على وضعنا الحالي إنه أكيد في طبقية في التعليم. ما في طبقية؟ مين تقول لي في طبقية؟ كيف طبقية ظاهرة؟ كيف؟ مدارس خاصة. انتو شو رأيكم في وضعية طبقية؟ طبعا في، طبعا في احيانا من كثر الوضعية الطبقية عندنا الناس احيانا بتكون شاطرة، التعليم الخاص بيساعدها او الاساتذة الخاصة بتساعدها، بينما الزكي ممكن انه البيئة تصمسه، ففي طبقية بالتعليم. برافو. هون مين بدها تقول لي في وضعية طبقية؟ نعم. ليش؟ موازي البنات هون عم بيقولوا مزبوط، وحتى بالتعليم العالي، يعني هون البنات عم بيقولوا حتى بالتعليم العالي في بنات ما قدروا انهم يدخلوا بالموازي بالتعليم زي ما بدهم، فبلجأوا لتعليم خاص، مش هيك قصدك؟ طب كمان انحاز من المشاكل برضو اللي وقع فيها النظام انه انحاز للذكور ضد الإناث. رح تشوفوا انه ياما مع الزمن بعتوا الأولاد على المدرسة وما بعتوا البنات. ليش؟ لاعتبارات اما دينية او ثقافية، او انه مثلا لانه يخافوا على البنت، البنت مش مهم انها تتعلم. بس طبعا الحمد لله انه شفتوا هلا ما في هذا الحكي، قليل كتير الا بمناطق يعني مثلا بريف مصر سمعنا انه لسه لهلا في ناس، بالهند في هيك اشياء. تفضلي. ثقافة ممكن ثقافة مزبوط، بس هلا بتشوفي لا والله حتى دين قصدي انا بالدين، بس لا ما كان في تعليم على وقت الاسلام. هلا من وين بنحكي؟ مش مني الحكي، وقت تفكريني انا راجعة من العمرة. بس لا ما كان يحس حتى، كان يعلم بس الجواري بس، خليني ساكتة. طيب نيجي هلا، كله مسجل، كله بالجرم المشهود. طيب ورطونا. الحياة البدائية بقول لك صار عمرها قديش 100,000 سنة. تخيلوا انه والله اشي بخوف، صح؟ تخيلوا انه الحياة البدائية بقول لك عمرها 100,000 سنة. التاريخ ضاع 90,000 سنة تقريبا، ضايع التاريخ 93 سنة ما بندرى عن التاريخ ولا اشي. اللي مكتوب احنا اصلا شو بنعرفنا بالتاريخ الا اللي اشي اللي انكتب، صح؟ اللي انكتب بس عمره 7,000 سنة. بس تعرفوا انه الحياة عمرها 100,000 سنة؟ خوفك لما تفكري فيها. بس ما وصلنا الا 7,000 سنة من وقت ما بلشت الكتابة، صرنا نعرف ايش اللي كاين قبل 15 دقيقة. هلا هون شو عم بيقولوا؟ انه حياة المجتمعات البدائية كان يعني كيف الحياة البدائية بلشت؟ انه يتعرف واحد على وحدة هيك يعني من غير كلام، عرفتي، يروحوا على المغارة يتجوزوا يصير عندهم أولاد يصيروا أسرة، هيك بلشت الحياة. هي مكتوب هذا الحكي صفحة 4. إيه؟ شبيه حياة
أكيد إنه شبيهة، لأنه الإنسان يعني البدائي أنتم بتعرفوا يعني له طقوسه الخاصة، ولكن إنه ربنا ألهم الناس، أكيد ما كان في ديانات، ولكن ربنا ألهم الناس إنه يكون دائما في عندهم حتى بالمجتمعات القديمة القديمة كتير كتير والما قبل التاريخ إنه يكون في كاهن. يعني مثلا رح تشوفوا إنه بالصين أوكي ما كان في ديانة، أو بالهند أو حتى بالمجتمعات البدائية، بس مثلا بالصين أوجدهم كونفوشيوس اللي لهلا لو ترجعي هلا تروحي على الصين كونفوشيوس لهلا آثاره، تخيلي من أمتى؟ من الحياة العصور القديمة آلاف السنين لسه ماشيين على تعاليم كونفوشيوس. هلا ربنا أوقات ما بعت ديانات لهيك مناطق، ولكن ألهم الناس بديانات غير سماوية. ليش؟ لأنه لو ربنا يترك الناس هيك بيأكلوا بعض، عن جد بيأكلوا بعض، لأنه ما في منظومة أخلاق. شو بمنع هذا يروح يذبح هاد وهذا أبصر شو يعمل بهاد، صح؟ فتعاليم مشوا عليها. الكاهن دائما الإنسان بحاجة ليكون في عنده ليدر، يكون في حياته واحد يقوده، صح؟ يعني هيك المجتمعات. فكان الكاهن دائما انوجد بهذيك المجتمعات يعلم الأب، الأب يروح يعلم الأم، الأم تروح تعلم الطفل، وكانت الحياة هيك كلها مشاركة، الناس مع بعضها ويعني يتعلموا من بعض. هون بالمقدمة أنا ما حكيت بالورق، هون عم في تعريف هلا أنا بحكي لكم إياه، إنه كلمة التعليم الابتدائي هي مرادفة لكلمة تعليم الصغار، وإنه دوركهايم شو عرف التربية؟ العمل الذي تمارسه الأجيال على الأجيال التي لم ترشد بعد من أجل التنشئة لممارسة الحياة الاجتماعية. هذا أكيد إذا أخذتوا مدخل، أنتوا أخذتوا مدخل؟ أنتوا هم أربت إيش أصير أناديكم؟ أربت؟ أخذتوا مدخل؟ صبايا أخذتوا مدخل إلى التربية؟ مين أخذتوها؟ عن دكتورة ميماس. مين هي؟ لا ما بتعطيها مدخل التربية. كل حدا أخذ بمكان، يعني مثلاً أنا أخذت عند دكتورة نعيمة صلاحة، مزبوط بعرفه. دكتورة ميماس حكالكم عن دوركهايم، صح؟ دوركهايم يعني عارفين عنه. طيب عارفين الله. مرة إجا، اسمعوا عشان نمشي بالكتاب بالضبط وما ننسى ولا إشي، مرة إجا صفحة 3 دائرة، صفحة 3 بتكرر الدوائر هي ألم، اكتبوا صفحة 3 كاتبين هم عن التربية العمومية المسمى بالتعليمات العمومية، هيها الفقرة فوق الزهري. هذا مرة اجى هون دائرة عن انه ايش اسمها التربية العمومية، اجت بدوائر انه لها اسم تاني التعليمات العمومية، فما عرفوها البنات لأنه هي مو معقول إنها تيجي، فإجت خايفة تتكرر أنا فأعرفوها. هلا أنا عم بشرح بالحياة البدائية، أنا بصفحة 4. طيب نيجي على المجتمعات وكان عندهم قلت لكم بالصفحة 4، هلا صفحة 5 تعليم الكل بالكل، تعليم الكل بالكل. صبايا هلا شوفوا المجتمعات الأولية. في المجتمعات الأولية بقول لك هون إنه العشائر كانت، طبعا هون عم بيحكوا إنه في واحد اسمه بروهل بالكتاب صفحة 5 كان يسميها بهاي الفترة، تسمى ما يسميه بالحياة الذهنية للأفراد، إنه كمان هاي كان يسميها هاي الفترة، كان يعتمدوا على الذاكرة كتير، يعتمد التعليم على الذاكرة، وكان هون كمان عم بيحكوا إنه حياتهم تضامن وفلاحة وبتعلموا مهارات. أي على الكتاب على هون شوفوا
انا هون بدء العشائر، صار في عشائر مستوطنات يهتموا بالثقافه الزراعيه وبتعلموا الفلاحه والزراعه ومفاهيم ذهنيه، وفي بيناتهم اعراف يعني شوي تطورت. هلا مو احنا خلصنا البدائيه، صارت اوليه، يعني تطور شوي الانسان البدائي وحاول يدمج نفسه في علاقات. لما تقرا التضامنيه الروحانيه دائما بيبحث عن الله، دائما الانسان بيبحث عن الله، فكان في عندهم هذا الشعور الداخلي. لا تفكريهم ما كان عندهم. طيب هلا انا بدي احكي عن الحضاره. بس اعرفي لي كمان قبل ما انتقل انه كانوا يسموا المعلم، هيو المعلم كانوا يسموه صانع واستاذ وشيخ، والمتعلم يسموه صبي او متعلم. اتفقنا؟ طيب، واصلا التعليم يسموه صنعه، صنعه من الصنائع، يعني اعتبروها صنعه. هلا لو سمحتوا مين تعرف لي من غير ما تطلع على اللوح، او ما راح انزل انا الشاشه، مين تعرف لي الحضارة؟ مين راحت على مصر؟ مصر. أنا بدي أبدأ أشوف. لما أقول أنا مصر، مين زارت مصر؟ مين زارت مصر؟ في حدا زار مصر هون؟ لا. لا. هون؟ مين رفعت إيدها؟ رحتي على مصر؟ طب إيش اسمك؟ هبة. هبة. هلا أنا لو أقول لك مصر كان فيها حضارة يا هبة، إيش معنات حضارة؟ ثقافة. شكرا. وإيش كمان؟ فيها أشياء مادية واضحة، صح؟ إيش شفتوا بمصر لما رحتوا؟ إيش شفتي؟ أهرامات. إيش شفتي كمان؟ آثار. مين رحت على المتحف؟ إيش شفتي بالمتحف؟ متحف محمد علي. إيش فيه؟ فيه فرعون، فيه صح؟ محنط، وفيه أشياء من الذهب كانت، ويلبسوا أحذية من الذهب لأنهم كانوا يآمنوا أنهم هم رح يردوا يرجعوا مرة ثانية. أنه في حياة ثانية اللي بسموها النيرفانا، أنه في حياة بعد ما يموتوا بدهم يروحوا على حياة ثانية، فيضبوا معاهم بالقبر كل الأشياء. والحضارة هي تعريفها هيها على اللوح، هي أمة لها إبداعات ونظام، كان عندهم نظام سياسي واقتصادي واجتماعي وعمراني. يعني رح تشوفي أصلاً لهلأ مو عارفين كيف من بنت الأهرامات، تعرفوا إنها هاي من العجائب، يعني بيعتبروها إنه ما حدا مستوعب. جابوا مهندسين، جابوا يقولوا كيف هذه كيف عملوها، قد ما هي غريبة يعني طريقة بناها. حتى التحنيط مو مكتشفينه لهلأ، كان على وقت مصر التحنيط. فزائد إبداعات وتعليم راقي. هلأ معلش أنا مش رح أكمل النص اللي متوقعته لأنه صار معي شوية خربشة في البداية، رح أخذ حضور وغياب عشان نلتزم في الحضور، والمرة الجاي رح أخلص الوحدة الأولى معاكم. فرجاءً إنه توعدوني أشوف البنات هون، وإنتوا كمان بدي توعدوني انه تكونوا محضرين المره الجاي، لاني انا اليوم مو حاسه انه الكتب. طب خليني اخذ حضور وغياب. اول إشي لو سمحتوا بدي اخذ الحضور والغياب للصبايا اللي بإربد. ثريا، ثريا موجوده بإربد؟ ثريا هون؟ غالبة ثريا؟ لا مش موجوده. مش موجوده. زكيه موجوده؟ زكية موجودة. زكية أحلام موجودة. نعم أحلام موجودة. نعم. هبة خالد. هبة مش موجودة. نوير في واحد اسمه نوير. مش موجودة. بشرى. موجودة. خلود عدنان موجودة. وئام تعرفيها؟ وئام ايوه دكتورة. ساجدة اشترك انت. ساجدة مش موجودة. ومنتهى نعم موجودة. حدا قاعد وما طلع اسمه؟ ثريا بس راحت على التواليت. ثريا طب هيمه ثريا. طب اوكي صبايا رح أذكر أنتم معاكم وبشوفكم السبت القادم إن شاء الله.
شاء الله. يعطيك العافية دكتورة. ادرسوا وحضروا عشان تكون المحاضرة أحلى. إن شاء الله. يعطيك العافية دكتورة. أهلين. الله يعافيكم. الله معك. طب اسمعوا أنا بدي أخذ إيه؟ والله دخلت أنا والله دخلت والله العظيم إني دخلت. طب استنوا شوي دقيقة كيف نسكر هلا؟ ليف ميتينج. يلا يعطيكم العافية صبايا. الله يعافيك. عشان نوقف التسجيل.